اطار تنفيذ المرسوم المتعلق بالخريطه القضائيه بالمملكه، كان تقرر ترقيه مركز القاضي المقيم بالدريوش الى محكمه ابتدائيه. واليوم حنا هنا كنتشنو هذه المحكمه الابتدائيه في هذه البنايه بعد ان تمت ترقيه هذا المركز الى محكمه اللي هي بمواصفات تستوفي المعمار المغربي الاصيل وفي نفس الوقت مختلف الشروط والتجهيزات العصريه التي توفر مرفقا قضائيا في المستوى اللائق الذي يوفر النجاعه القضائيه ويمكن المواطنين من الولوج الى مختلف الخدمات التي توفرها المحكمه من تقاضي ومن اجراءات قضائيه اخرى. هذه المحكمه الابتدائيه التجهيز ديالها تطلب واحد الميزانيه ديال 7,560,000 درهم، وهي تتوفر على قاعتين للجلسات وعلى عدد من المكاتب التي توفر للسادة القضاة وللسادة أطر هيئة كتابة الضبط وحتى للسادة المحامين أيضا توفر لهم إمكانية الاشتغال في ظروف لائقة. إذا بالإضافة للمكاتب هناك فضاءات الاعتقال وفضاءات لاستقبال المواطنين منظمة بطريقة جيدة وإدارية عصرية. إذا كل هذه المواصفات تجعل هذه المدينة مدينة دريوج تحظى ببناية لائقة وبمنشأة قضائية في المستوى من شأنها أن تقرب الإدارة القضائية من المواطنين.